سامح سعيد، سامح يلعبها عرضي ونشوف ارتقاء سليم، ولكن يعني تمركز نور، نور الخبره والعقل والكرة تمر على يمينك، فعلى فشي تعلن تقدم الصفوف في اول اهداف المباراه. من فريق نادي نفط ميسان مره اخرى دربك اللي حصلته، وبالتالي تمركز سليم من ايمن حسين خلف المدافعين، ويلعب كره على يسار الحارس نور صبري. هدفين هما اسرع ما سجلهم القوه الجويه هذا، ولكن استحواذ بلا تلعب جول. جول هدف يسجله علي حلو، علي حلو بالدقيقه 40 يقنص النتيجه. هنا ابتسامه يعني على محيا رزاق فرحان بهذه الرئيسيه والهدف. اذا 2-1 الان، علي حلو يسجل هدفه الشخصي الثاني هذا الموسم في شباك القوى الجوية، بعد ان سجل في شباك النفط يخلص النتيجه بكره راسيه. لا مصطفى معا، مصطفى عرضيه جول، خطا قاتل عملها علي حلو بنيران صديقه يقلص النتيجه بالدقيقه 50 من في مرماه للقوه الجويه هذا للتاريخ. زياد عبد الحميد لاعب النقل، اول لاعب سجل خطا في مرماه في الاسبوع الخامس في اللقاء اللي انتهى يوم 8/11 عام 75 لصالح الطيران، وهو اول لاعب يسجل خطا في مرماه في تاريخ الدوري.